معكم سامر جزراوي. اليوم جتني أسئلة بخصوص شلون نحفظ السبلت أو نحفظ الإعدادات الأسامبل سويتش وهاي الأمور. يواجهون مشكلة أنه بعد ما يطفون الكيبورد PA4X ويشغلوه الإعدادات هاي بتروح بيضطروا يعملون من جديد. العملية جدا سهلة. نجي على Global. أوكي. نجي على General Controls. نجي على هذه. أوكي. نجي على Control. اوكي هسه نجي كيبورد مود نعمله اوبن، سلايدر مود نعمله اوبن، شوف شنو بعد نريد نغير اسامبل سويتش نعمله اوبن. اوكي نطلع نجي نغير الاعدادات اللي نريدها، مثلا السبلت نجي خلينا نقول نكبس سبلت والنغمه اللي نريدها. اوكي تغير السبلت، شوفوا اوكي نغير مثلا بالاسامبل سويتش اللي نريده او نغير بالسلايدز التغييرات، مثلا ممكن نروح على نخلي مثلا اول صوت اللي نحبه، مثلا انه اول ما يشتغل الكيبورد مثلا بدي يكون الكرونر سترينجز، مثلا بالايقاعات بدي يكون على اول ايقاع من ايقاعات اللايف. بعد ما خلصنا كل هذه الاعدادات مجرد على كبسة My Setting هذه أكبسها لأكثر من يمكن 2 seconds لحد ما تطلع هذه الشاشة، تقول له أوكي راح تنخزن كل هذه الإعدادات اللي أنت سويتها، وبهالحالة متجي تشغل الكيبورد مرة ثانية راح يشتغل بنفس الإعدادات اللي أنت حضرتها. وإن شاء الله إحنا مستمرين وياكم بين ديموهات وشروحات للـ PA4XOR Music Gear Edition. شكرا لكم، سامر جزراوي، لا تنسون سبسكرايب ولايك وشير. Thank you.